اوكي، اخر حاجه وقفنا عندها كانت الجزء الخاص بالداتا بيس كونكشن، وساعتها اتكلمنا ان احنا عندنا المفروض الجزء الخاص بالكونكشن، في عندنا الهوست والبورت واليوزر نيم والباسورد، لكن احنا قلنا عايزين نحاول نخلي الكود يبقى مهندم اكتر شويه ومحسن اكتر شويه. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل فولدر خاص بالكونفيجريشنز بتاعتنا نخزن فيه كل الداتا اللي عندنا. ليه؟ لان انا بعد كده لو حبيت اغير بيانات الاكسس بتاعت الداتا بيس، زي مثلا اغير اسم الداتا بيس، اغير اليوزر نيم والباسورد او ايا كان، فمش طبيعي ان انا بخش على الفايلات اللي في الكور كلها واقعد اعدل الملفات. فهنا يجي كونسبت الكونفج. فكل اللي احنا نعمله هنيجي عند فولدر السورس ونعمل فولدر جديد اسمه كونفج. الفولدر ده هنشيل فيه كل الكونفجريشنز او الاعدادات الخاصه بالمشروع، زي مثلا اعدادات الميل، اعدادات اللوجر، اعدادات الداتابيز، اي حاجه، اي اعدادات انا عايز احطها احطها هنا. اعمل جوه فايل اسمه داتابيز، داتابيز دوت تي اس. اوكي، هقول اكسبورت كونست داتابيز كونفجريشنز ايكوال. انا في عندي الهوست بتاعي اللي هو اللوكال هوست والبورت 3400، اليوزر نيم باسورد والباسورد باسورد، دي الداتا اللي عندي اللي انا هشتغل عليها. فكل اللي انا اجي اعمله ان انا اغير ده كده، اهو ده كده كات، سوري اعمل دي كده بيست، واغير دي كده اقول له لا داتابيز كونفيجريشن دوت هوست، ودي برضه اغيرها كده اقول له داتابيز كونفيجريشن دوت بورت. انا برضه اعدل دي نفس القصه، سوري database dot username وهنا database dot password. تعال نجرب نتأكد إن شغالة تمام. اوكي يارن ستارت. في نقطة برضو مهمة، هو شايفين المسار جاي ازاي؟ source slash config slash database. احنا ممكن علي كونكت تمام، ممكن نعمل حاجة ظريفة برضو ts config، نيجي هنا نزود له برضو config slash all، سوري احطه في مسار الكونفج على طول. فانا ممكن على طول هنا اقول له ايه كونكت على طول على الكونفج بتاعي، بدل ما تبقى اكيد انا شغال الاول، بدل ما يبقى عامل سورس سلاش دي، طبعا هو بس البيس كود المعلق مقفله وافتحه اشتغل معاه. فده هنا فكره الكونسبت، ان انا عندي كونفجريشن بشتغل عليها بشكل منظم جدا، الدنيا يعني بقت منظمه، الكود موجود في ملف منفصل اقدر استدعيه، عملنا الياس للكونفجريشن، بعد كده حدثنا الكود بتاعنا بالشكل اللي احنا مستعملينه من شويه. طيب ده كلام جميل جدا في الكونفيجريشن، بس تعالى نطلع بالموضوع بالليفل اعلى شويه. ايه الليفل اعلى شويه؟ في عندنا حاجتين، الاولى ان انا محتاج يبقى في عندي زي سنتر بيس كده اتحكم منه في الكونفيجريشن اللي عندي من غير ما ابقى قاعد اكسسبل المنظر ده. زي مثلا ان انا لو حبيت اقول والله ده انت لو مش معرف البورت، لو مش معرف البورت انا لا ده انا اقول له خلي لي ده الديفولت بورت، لو مش معرف اللوكال هوست خلي لي ده اللوكال هوست، او الهوست بتاعي يبقى هو ده اللوكال هوست وهكذا. انا دلوقتي ممكن اعمل ايه؟ ممكن نيجي نسطب باكج كده ظريفه يارن اد ات مونجز سلاش كونفج. الباكج دي هتسهل عليا الحته دي بشكل كبير جدا. هعمل ايه فيها؟ هاجي هنا عندي في فولدر كونفج هعمل ملف اسمه اندكس دوت تي اس، وكل اللي انا هحتاج اعمله اقول له امبورت كونفج فروم مونجز سلاش كونفج، واعمل امبورت للداتابيس كونفجريشن اقول له كونفج دوت سيت. دي تاخد عندي اوبجكت هي كونفج، اقول له حط لي الداتابيز الداتا بتاعتها الداتابيز كونفجريشن، اكني عرفتها في اوبجكت، هي تبقى حرفيا عباره عن اوبجكت عادي خالص. لكن ايه الفرق؟ ان انا اقدر استخدم بعد كده الكونفجريشن دي في اي مكان انا عايزه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بدل ما اكسس الداتابيز عن طريق الشكل ده، لا ده انا اجي امسح ده كده خالص، واجي هنا اقول له اعمل لي امبورت للكونفج، هو من نفس الباكج كونفج فروم. اوكي اجي هنا اقول له كونست هوست بيساوي كونفج دوت جيت، هات لي من الداتابيز دوت هوست. الميزه الاساسيه دي الميزه الاولى، انت اولا هتقدر تاكسس بالشكل اللي انت عايزه، خلي بالك من الداتابيز ده اللي هو الكي اللي انا معرفه هنا. الكي التاني اللي هو الهوست اللي احنا اللي هو بقى الاوبجكت نفسه، الداتا بيز الفاليو بتاعتها اللي هي الاوبجكت ده، انا عندي هنا الهوست. فانا ممكن اقول له لا ده انت كمان لو مش موجود حط لي اللوكال هوست بدل الديفولت هوست بتاعي. كذلك البورت، كذلك اليوزر نيم، بس انا اليوزر نيم هخليه فاضي والباسورد برضه هخليه فاضي. فانا ممكن استخدم الحاجات دي على طول بشكل مباشر من غير ما اكتب الكود عندي بالمنظر ده. اقول انا بورت واجي تحت امسح دي وامسح دي. طبعا هنا بالمنظر ده هو هيكونكت عادي خالص، لكن الفكره ان هو هيكونكت من غير يعني ستارت من غير يعني يوزر نيم او باسورد. فانا ممكن مثلا اطلع هنا اطلع له كده رساله
اقول له مثلا يوزر نيم نوت يوزر نيم اور نوت باسورد، يعني بقول له انت لو مش عامل دول، انا اقول له كده لو مفيش دول اقول له you are not making an authentication connect مثلا، else فاضي. هنا مثلا طلع رساله انت مش عامل كونكشن سوري مش عامل كونكشن secure، ممكن خليه مثلا او secure connection. Yes, secure connection. ممكن لو عايزين نعمل شويه الوان كده نروق على نفسنا، ممكن نقول له your add chunk at، خلي بالك مصدر 4 لغايه تسجيل الفيديو ده هتلاقي فيه مصدر 5 ما سطبوش، عايزين مصدر 4 عشان نشتغل مع تايب سكريبت. ممكن اجي اخد الرساله دي كده ياخدها كده اقول له ايه chunk dot read، دي باكج بتلون الكونسول نفسه، اقول له امبورت سوري بس كده. تعال نجرب نشغل تاني يور ستارت. ممكن برضه حتى كمان نخلي دي كونكت دي تبقى باللون الاخضر دوت جرين اللون الاخضر. علي كونكتد بس يو ار نوت ميكينج ان اوثنتيكيتد كونكشن. ليه بقى؟ لان انا اصلا اوريدي انا مش عامل امبورت مال في الكونفج ده، انا بس عملته لكن ما عرفتوش، فانا محتاج من السورس الاندكس اقول له اعمل لي امبورت للكونفج. اوكي هنا طبعا بقى في مشكله، دي احنا هنحتاج ان احنا نزود في الكي اس كونفج، نقول له لا ده انت كمان لو لقيت كونفج بس ابقى اندكس دوت تي اس. لو خلي بالكم دي نقطه مهمه ان انا لازم اعرف الاثنين، لو هستدعي ملف واحد كده يبقى هخلي بالمنظر ده، لو هستدعي اكتر من ملف يبقى بالمنظر التاني. سورس سلاش اوكي نجرب دلوقتي كده اوكي انا المفروض ان انا اشيل السلاش اللي هنا، اللي كان فيه سلاش انا مسير تاني تمام. قال لي هنا كونكتد اشتغل معايا زي الفل مفيش اي عندي مشكله، فانا اتعملت امبورت للكونفج. خلي بالكم لو انا هعمل امبورت الملف بشكل مباشر من الفولدر لازم اعرفه لوحده بالمسمى من غير سلاش اول، يعني بقول له لا انت مفيش حاجه بعد كده واعمل الملف امبورت للملف ده. لو لا ده انا يبقى في عندي كونفج سلاش كذا سلاش كذا يبقى اشتغل بالشكل التاني. هنفتح كده الاخينا ده، او ممكن برضو لو انت حاسس انت هتبقى ملخبط ممكن تعملها بالمنظر ده برضو هدخلك على طول على الداتابيس. ممكن انا دي اغير عادي جدا اقول كونفكس سلاش داتابيس برضو دي نفس النتيجه، مفيش عندي اي حاجه تبقى فيها مشكله. فالكونكلوجن اللي عايز اطلع بيه من الفيديو دوت حاجتين، الاولى ان انت كودك بقى منظم، الداتابيس عندك بقت شغاله بشكل الكونفيجريشن بتاعتها بقت مظبوطه مفيش عندك فيها مشكله. البوينت الثانيه ان انت بقت يعني تبدا تتعلم انت بتشتغل لو ليفل كود، انت مش بس بتعتمد دايما على ان انت في عندك كونفيجريشن انت بتعرفها لنفسك، او مثلا لو في ديفلوبر بيشتغل بيعرفها، لا انت كمان بتحط الديفولت فاليوز. دي من الحاجات المهمه. هنا مثلا دي اتعلمنا ان احنا نستخدم مثلا حاجه تغير الالوان عندنا عن طريق التشالك او تشاك باكج، دي تغير اللون. ما تنسوش انها بتسطبه في فيرجن 4. فانا دلوقتي عندي بقى الشكل في الاخر، الدنيا عندي منظمه، الكود عندي مفيش فيه مشاكل، والاهم من كده ان انا ماشي بستراكشر نظيف، انا مش شغال بشكل عشوائي. احنا بنطور الكود، دي برضه حاجه مهمه جدا، انا مش بشتغل سيكشن معين بالكامل مع كده انتقل على اللي بعده. احنا اشتغلنا على داتابيز، او اول حاجه اشتغلنا على ريكوست كده، اشتغلنا على داتابيز كده، اشتغلنا على كونفجريشن، هنرجع تاني للداتابيز بعد كده نخلص هنرجع تاني للريكوست وهكذا. ليه؟ لان انت لازم تعرف ان هو الحاجه لما تيجي تبنيها من جوه لبره او من تحت لفوق، هي انت ما تبنيهاش بلوكات كامله، لا انت تبني هنا جزء بعد كده تبني هنا جزء عشان يسبورت معاك جزء تاني، ولان في جزء هيرفلكت على مكان تاني فمحتاج تعمل دي الحته دي الاول هنا بعد كده ترجع تكملها هناك عشان تعرف تكمل الموديول الاولاني وهكذا. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو مفيد ليكم، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو انت مش مشترك في القناه، ولو في اي كومنت او حاجه سيبوا لنا في الكومنتس بتاعت الفيديو.